كربلاء. السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس. ما خاب سيدي تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا سيدي كنا فوز فوزا عظيما. هيهات أن تجف السهاد جفوني، أو أن داعية الأسى تجفوني. أنا ويوم الطف أضرم في الحشا، جذوات وجد من لظى سجيني. تفزت بأسه فتيات طه من بني ياسين. فرقا أنجبن فيه نتائج الميمون، حتى إذا قطعوا عليه طريقه سداد جيش بارز وكمين. بارك الله فيك. ودعته أسرى رسمت له في لوحها المكنون. قطعوا يديه وهامه ضربوا، أيوة عباسا، قطعوا يديه وهامه ضربوا، فخر في الأرض خير طعيم. أي
قطعوا يديه وهامه ضربوا بعمد الحديد فخر خير طعين ومشى السبط ينعى وكسرت أنا ظهري يا أخي ومعيني لمن اللواء أعطي وما شملي وفي ظنك الزحام يقيني لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلقام ومشى الحسين ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم قد رام يلثمه فلم ير موضعا ساعدك الله يا أبا عبد الله قد رأي ما يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم يقلها يا زينب راح عباس وراح الضيغم اللي يرفع الرغم يشكو إلى زينب ضيمه أبا عبد الله يقلها يا زينب أبراح عبا وراح الضيغم اللي يرفع وظل يبكي عليه لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه
خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين. إن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، وبه تكشف الظلمات. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا ابن عم رسول الله، صلوا عليه. قبل البدء طلب مني أن أشيد بموكب آل ياسين، هذا يظهر هيئة معروفة في طريق الأربعين، وهو موكب مشترك لجميع أهل المنطقة، فحري بنا أن ندعم هذا الموكب باسم الحسين سلام الله عليه وباسم هذه المنطقة المباركة العامرة بحب الحسين سلام الله عليه. هذه الخطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث فيها عن عظمة القرآن وأسرار القرآن وما فيه، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. وهذا الأمر من القضايا التي لفتت نظر الدارسين، يعني الآن هناك دراسات عن القرآن الكريم تبين بأن القرآن هو أكبر وأعظم كتاب حظي بالدراسة والتأليف والتفسير والكتابة حوله، يعني في تاريخ البشرية في تاريخ الإنسانية لا يوجد كتاب كتبت حوله تفاسير وشروح وما يرتبط بعلومه كالقرآن الكريم، حتى أن عدد التفاسير بلغت أكثر من 300 تفسير، وعدد الكتب التي كتبت في علوم القرآن تفوق 250 كتاب، في التجويد كتب أكثر من 125 كتاب، في أصول التفسير أكثر من 50 كتاب، وهكذا التراجم ترجم القرآن إلى أغلب لغات العالم. فهذا المعنى لفت أنظار الدارسين، ترى ما هو السر الذي جعل القرآن الكريم يضج بهذه المعاني وهذه المعارف؟ ولهذا يطرح اليوم هذا التساؤل، سواء عند الدارسين الإسلاميين حول القرآن الكريم أو عند المتتبعين من الأمم الأخرى، ترى ما هو السر وما هو السبب الذي جعل القرآن يصبح مصدراً فواراً لهذه العلوم والمعارف، بحيث الآن هناك مئات الآلاف من المجلدات بل الملايين من الأوراق التي كتبت وحبرت حول معارف القرآن وعلومه. يعني إذا جمعنا مثلا التفاسير القرآنية أكثر من 300 تفسير، وكل تفسير مجموعة من المجلدات بعضها يصل إلى 20 مجلد أكثر من ذلك، فنخرج بحصيلة هائلة من الكتب التي كتبت حول القرآن الكريم. طيب هنا تساؤل يطرح نفسه،
هذه العلوم وهذه المعارف كيف استطاع القرآن أن يفورها؟ كيف استطاع القرآن أن يستقطب كل هذه العلوم والمعارف بحيث صارت اليوم كل هذه العلوم محسوبة على القرآن الكريم، تفاسير القرآن الكريم، كتب في علوم القرآن الكريم، في أحكام تجويد القرآن الكريم، تراجم للقرآن الكريم. فإذا كيف استطاع القرآن أن يستقطب كل هذه العلوم والمعارف؟ هذا سؤال اليوم مطروح ويطرحه حتى بعض الغربيين، كيف استطاع القرآن أن يحتضن كل هذه العلوم والمعارف؟ هذا سؤال نريد أن نجعله عنواناً لمحاضرتنا. لماذا استطاع القرآن أن يستقطب كل هذه العلوم والمعارف؟ يوجد في صدد الإجابة على هذا التساؤل ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه التاريخي، والاتجاه الثاني هو الاتجاه التفسيري أو العلمي، والاتجاه الثالث هو الاتجاه التأويلي. تعالوا نمر على هذه الاتجاهات الثلاثة ونأخذ من خلالها معارف قرآنية مهمة. نبدأ بالاتجاه الأول. الاتجاه الأول يقول بأن هذه العلوم وهذه المعارف هي ليست وليدة من القرآن، لا، وإنما هناك حواضن وبيئات تاريخية احتضنت القرآن، لأن القرآن منذ أن نزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مرت عليه عصور كثيرة، وفي كل عصر في كل تاريخ تتحرك ثلة من المفكرين ومن العلماء ومن عموم المسلمين فيكتبوا حول القرآن، باعتبار أن القرآن هو كتاب هذه الأمة وهو معجزة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هذه العلوم وهذه المعارف ليست وليدة القرآن، وإنما وليدة التاريخ. ما دامت الأمة تهتم بهذا الكتاب وكل عصر تكتب معارف عن القرآن وتهتم به وبتفسيره، فإذا هذه العلوم والمعارف ليست من القرآن نفسه، وإنما هذه عبارة عن جهود أمة على مر الزمان وجهود لعصور تاريخية مختلفة أسقطت على القرآن ونسبت إلى القرآن، وإلا هذه العلوم هذه المعارف ليست نتاج القرآن الكريم. هكذا يطرح بعضهم، يقول بأن هذه العلوم والمعارف الكثيرة والثرة التي تنسب للقرآن هي ليست من القرآن، وإنما هذه عبارة عن علوم ومعارف أمة مرت عليها عصور تاريخية مختلفة، في كل عصر كانت الأمة تكتب معارفا وعلوما وتنسبها إلى القرآن الكريم. والدليل على ذلك أن هذه الحواضن وهذه البيئات التاريخية التي عاصرت القرآن فيها الغث وفيها السمين، يعني بعض البيئات التاريخية القرآنية أنتجت معارف دقيقة ومعارف نقية تنسب إلى القرآن، لكن حواضن تاريخية أخرى وعصور تاريخية أخرى أنتجت معارف قد تكون يعني مسيئة إلى القرآن الكريم. إذا تأملنا في بعض المنتجات القرآنية، إذا مررنا على البيئات التاريخية القرآنية نجد بعض العصور التاريخية كانت تزدهر فيها علوم القرآن، لكن بعض العصور التاريخية أنتجت تراثا قرآنيا فيه الغث والسمين. فتعالوا نمر على هذه الحواضن والبيئات التاريخية لنرى صحة هذه الدعوة من عدم صحتها. يعني مثلا أول ما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله كانت الحاضنة الأساسية للقرآن هي البيئة النبوية، وهذه أنقى بيئة وأفضل بيئة احتضنت القرآن، باعتبار أنها احتضنت القرآن تحت إشراف النبي صلى الله عليه وآله، فكان النبي هو المعلم للأمة وهو المفسر للقرآن، وبين لنا القرآن الكريم أن واحدة من وظائف النبي صلى الله عليه وآله أنه يعلم المسلمين القرآن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن النبي صلى الله عليه وآله واحدة من وظائفه أنه كان يعلم المسلمين القرآن،
ولا ريب أن هذه الحاضنة الأولى وهذه البيئة الأولى التي احتضنت القرآن هي أهم بيئة أنتجت معارف دقيقة ومعارف صحيحة للقرآن الكريم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي كان يشرف على تفسير القرآن وعلى تعليم القرآن. وعدنا جملة من الروايات تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وآله يهتم بهذا الجانب. كان أولا يمتدح أهل القرآن ويحث على احتضان القرآن وتعلم القرآن وحفظ القرآن. ورد في الخبر عنه صلى الله عليه وآله: أفضل أمتي حملة القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواية أخرى: أهل القرآن هم أولياء الله، فمن عاداهم فقد عاد الله، ومن والاهم فقد والى الله. إذن روايات كثيرة النبي صلى الله عليه وآله كان يحث فيها على تعلم القرآن وحفظ القرآن، وأن يكون الإنسان من حملة القرآن. بل ولم يكتفي بالتشجيع اللفظي، وإنما كان أيضا يقدم القرآنيين، من يكون من أهل القرآن يجعله النبي صلى الله عليه وآله مقدما على غيره. وذكرت لنا أيضا الروايات مواقف كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله. مثلا في يوم من الأيام بعث سرية إلى اليمن، وكان عليها مجموعة من الأشخاص، فلما أراد أن يعطي الراية لقائدهم أحضر هؤلاء وأخذ يستقرئهم القرآن، يسأل كل واحد كم تحفظ من آيات القرآن، كم تتقن من مضامين القرآن. فوجد شابا حدث السن لكنه كان حافظا لكثير من القرآن وجامعا للقرآن تقول الرواية، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله الراية وجعله أميرا على تلك السرية، لأنه كان أحفظ أصحابه وأجمع أصحابه للقرآن. موقف آخر أيضا في يوم تبوك، لما مضى بنو مالك بن النجار مع النبي صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك، كانت رايتهم عند رجل اسمه حزام عمارة بن حازم، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله الراية من ذلك الرجل وأعطاها إلى زيد بن ثابت. جاء هذا عمارة قال: يا رسول الله، هل بلغك عني شيء بحيث أخذت الراية مني وأعطيتها إلى زيد؟ قال: لا، ولكن زيد مقدم لأنه أجمع للقرآن منك. إذن كان النبي صلى الله عليه وآله يلاحظ الأصحاب ويفاضل بينهم بدرجة حفظهم وجمعهم وإتقانهم للقرآن الكريم. وفي يوم أحد لما استشهد جمع من المسلمين وأراد المسلمون دفن شهدائهم، أمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يقدم الأحفظ للقرآن فالأحفظ. إذن فالنبي صلى الله عليه وآله كان يشجع أصحابه على مخالطة القرآن وعلى حفظ القرآن والالتصاق بالقرآن الكريم، وكان يشرف هو بنفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه على تعليم أصحابه، عين معلمين للقرآن الكريم. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان ممن يعلم القرآن، عبد الله بن مسعود كان ممن يعلم القرآن، أبي بن كعب كان ممن يعلم القرآن. وتذكر لنا الروايات يوميات عبد الله بن مسعود، شلون كان في كل صباح يدخل على تلاميذه فيسألهم فردا فردا إلى أي سورة وصلت في القرآن، ثم يتابع. إذن النبي صلى الله عليه وآله كان يشجع ويحث أصحابه على تعلم القرآن. بل تذكر لنا رواية وفد بني عبد قيس أن النبي صلى الله عليه وآله أشرف على تعليمهم القرآن بنفسه، بحيث لما إجا وفد بني عبد قيس بقي في المدينة جمعة، فعمد النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الوافد وجعل كل رجل منهم بيد صحابي من الصحابة أمره أن يعلمه القرآن. وبعد جمعة جاء إلى النبي بهذا الوافد، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله يراجع تعلمهم للقرآن وحفظهم له. تقول الرواية: فرآهم قد كادوا أن يفقهوا ويقرأوا، يعني قاربوا على أن يتقنوا القرآن وحفظ آياته.
فأبقاهم جمعة أخرى. في الجمعة الثانية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فرآهم قد حفظوا القرآن وأتقنوا فهمه فأذن لهم بالرجوع. إذن من خلال هذه الروايات يظهر لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وآله يهتم بتعليم أصحابه القرآن الكريم وتحفيظ الصحابة آيات القرآن وعمل يعني دروس قرآنية، بحيث استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج جيلا قرآنيا يتقن القرآن ويتقن معارف القرآن. ولذلك وجدنا القرآن يثني على أصحابه صلى الله عليه وآله. صحيح أن الصحابة كفرد فرد قد تجد هناك من كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وآله، أو قل هناك من به هنات وهنات مع النبي، لكن في المجمل العام النبي استطاع صلى الله عليه وآله أن يربي جيلا قرآنيا امتدحهم القرآن الكريم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن النبي صلى الله عليه وآله استطاع أن يجعل البيئة الأولى والحاضنة الأولى للقرآن الكريم حاضنة نقية تعج بمعارف القرآن، واستطاع أن يخرج جيلا قرآنيا متقنا لمعارف القرآن. لكن تعال إلى الأجيال اللاحقة أو البيئات والحواضن التاريخية التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. هكذا يقول صاحب هذا الرأي، يقول: إذا جئنا إلى الحواضن القرآن والبيئات القرآنية التي تلت وفاة النبي صلى الله عليه وآله، نجد أن هذه البيئات بدأت تتلوث. فأول حاضنة دخلت على الخط حاضنة أهل الكتاب بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وآله. بدأ الصحابة يلجؤون إلى روايات أهل الكتاب، فبدأت تتسرب بعض الروايات الإسرائيلية، مع أن النبي صلى الله عليه وآله حذر من هذا الأمر في بعض النصوص التاريخية، أن واحدا من أصحاب النبي دخل على النبي وبيده صحيفة من التوراة معربة، فأخذ يقرأها على الرسول صلى الله عليه وآله، فغضب النبي حتى بان الغضب على وجهه، ثم خطب في الناس وقال: أترجعون إلى أهل الكتاب وأنا بين أظهركم؟ فوالله لن تهتدوا بهديهم وقد ضلوا بأنفسهم، أما لو كان موسى حاضرا بين أظهركم لما وسعه إلا اتباعي. لكن مع ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وآله بدأت روايات أهل الكتاب تتسرب إلى التراث القرآني. وش كثر كان موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه موقف حازم من الروايات الإسرائيلية، وعندنا روايات صريحة وواضحة في أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يحذر من أقوال مثل كعب الأحبار وعبد الله بن سلام وهؤلاء الذين سربوا الروايات الإسرائيلية إلى تراث المسلمين. إذن من خلال هذا الاتجاه نصل إلى هذه النتيجة، أن الحواضن التاريخية القرآنية فيها ما كان نقيا كالحاضنة التاريخية في أيام النبي صلى الله عليه وآله، أن هذه البيئة التي احتضنت القرآن حين نزوله في عصر النبي كانت بيئة نقية فأنتجت معارف قرآنية غاية في النقاء والطهارة، ولذلك أثرت على سلوك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فكانوا خير جيل أنتجه رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن بعض البيئات التاريخية القرآنية أنشأت معارف قرآنية غير نقية، كهذه الحاضنة التي أشرنا إليها التي تلوثت بروايات أهل الكتاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. أيضا من الحواضن التاريخية الأخرى التي تلت تلك المرحلة الحواضن التاريخية السياسية، يعني بعد مدة صار المسلمون يجيرون ويتأولون القرآن لصالح مواقفهم السياسية، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله. يقول لأمير المؤمنين:
أنا أقاتلهم على التنزيل وأنت تقاتلهم على التأويل. بدأ المسلمون بعد حين يتأولون القرآن الكريم بما يتماشى مع مصالحهم وأهوائهم. شوف الخوارج مثلا يتأولون القرآن ليخدموا به موقفهم، الشاميون في صفين يتأولون القرآن بما يخدم مصالحهم، وهكذا. فإذا بدأت تظهر بيئات تاريخية تحتضن القرآن لكن لا تنتج معارف قرآنية نقية. فإذا الاتجاه الأول يقول بأن سر كثرة المعارف القرآنية لا تعود إلى القرآن الكريم نفسه، وإنما تعود إلى هذه البيئات التاريخية والحواضن التاريخية التي احتضنت القرآن الكريم. وهذه الحواضن التاريخية منها ما هو نقي تحت إشراف رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها ما لم يكن نقيا بل داخله ما داخل. فإذا الاتجاه الأول لا يرى أن هذه المعارف ترجع إلى القرآن الكريم، وإنما يراها معارف تاريخية ألصقت بالقرآن الكريم. تعالوا إلى الاتجاه الثاني وهو أهم من الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول بأن هذه العلوم والمعارف التي تنسب اليوم للقرآن الكريم هذه ليس مصدرها القرآن، وإنما مصدرها عقول المسلمين باعتبار أن هناك حواضن تفسيرية احتضنت القرآن على مدى أزمان كثيرة، وكان كل مفسر يعطي علومه ومعارفه ويسقطها على القرآن الكريم. فإذا هذه العلوم والمعارف التي تنسبونها اليوم إلى القرآن الكريم هذه ليست من نتاج القرآن، وإنما من نتاج عقول المسلمين. والتفاسير الإسلامية كثيرة وفنونها وبيئاتها العلمية مختلفة. هناك التفاسير المرتبطة بالسنة، هناك التفاسير العقلية، هناك التفاسير الفلسفية، هناك التفاسير الاجتماعية. إذن هذه مجموعة من العلوم والمعارف كانت في عقول المسلمين فأسقطوها على القرآن الكريم. إذن الذي ولد هذه العلوم والمعارف في القرآن ليس القرآن نفسه، وإنما تفاسير المسلمين وعقول المسلمين التي احتضنت القرآن الكريم وأسقطت علومها ومعارفها على القرآن. فإذا الاتجاه الثاني يقول بأن هذه العلوم والمعارف ليس مصدرها القرآن، وإنما مصدرها عقول المسلمين والبيئات والحواضن العلمية التي احتضنت القرآن الكريم. زين، هل هذا الاتجاه صحيح؟ نقول الاتجاه الأول لا ريب أنه صحيح في بعض جوانبه وخاطئ في جوانبه الأخرى. يعني نحن نقر بأن جملة من العلوم والمعارف التي تنسب اليوم للقرآن الكريم ليست كلها علوم ومعارف صحيحة، لأن قسم من هذه العلوم والمعارف تولد من عقول الناس فألصقوها بالقرآن الكريم. وكذلك الاتجاه الثاني، الاتجاه العلمي، الاتجاه التفسيري، نحن نقر بأن جملة من العلوم والمعارف التي تنسب إلى القرآن هذه تولدت من عقول المفسرين ومن البيئات العلمية التي عاشها المفسرون. لكن هل هذه العلوم والمعارف يعني يريدها القرآن ويريدها معلم القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ على العكس تماما، عندنا روايات كثيرة تحذر وتنهى عن التفسير بالرأي، روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله تريد أن تنزه القرآن عن هذه العلوم والمعارف التي ألصقت بالقرآن. فقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله من فسر القرآن برأيه أكبه الله على وجهه في نار جهنم. من فسر القرآن برأيه فقد كفار. إذن روايات كثيرة تحذر من تفسير القرآن بالرأي. ومن هنا نقول صحيح أن هناك كثير من العلوم والمعارف التي ألصقت بالقرآن هي
من عقول المسلمين ومن أفكار المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وآله قد حذر من إلصاق هذه العلوم والمعارف وتخليطها بالقرآن وحسابها على القرآن. لماذا؟ لأن القرآن في غنى عن علوم ومعارف المسلمين. ولهذا رأينا منهج أهل البيت سلام الله عليهم منهج يقوم على استنطاق القرآن بالقرآن. في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه إن القرآن يفسر بعضه بعضا، لا تضرب القرآن بعضه ببعض فتهلكوا، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا. لكن شلون يهتدي المسلمون إلى تفسير القرآن؟ إذا رجعوا إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم هم عدل القرآن وهم الثقل الآخر للقرآن، وهذا ما ينص عليه حديث الثقلين: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الحديث الشريف يؤكد على أنه لا يمكن للأمة أن تفهم القرآن إلا من خلال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ورد أنهم هم القرآن الناطق، يعني لا يمكن النطق والفهم للقرآن إلا من منطقهم، إلا من فهمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب تعالوا نشوف شلون كان أهل البيت سلام الله عليهم يعلمون الأمة كيفية استنطاق القرآن. عندنا نصوص كثيرة تبين كيف كان أهل البيت سلام الله عليهم يفسرون آيات القرآن بآيات القرآن، لا يدخلون في القرآن ما ليس فيه. وهذا ما يوصلنا إلى الاتجاه الثالث والأخير، وهو الاتجاه الصحيح، أن العلوم والمعارف القرآنية الحقة لا تستنطق إلا من القرآن نفسه، والقرآن في غنى عن علوم الناس وعن معارف الناس. ومن هنا حذرت الروايات عن تفسير القرآن بالرأي، لأنه متى ما ألصق بالقرآن ما ليس منه تسبب ذلك في ضلال الناس، لأن كل شخص عنده علوم ومعارف يجي يرميها على القرآن وينسبها إلى القرآن فيضلل بها عباد الله. إذن الروايات حينما تؤكد على استنطاق القرآن بالقرآن تريد أن تبين بأن القرآن في حد نفسه في غنى عن الناس. شوف مثلا هذه الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل، أو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يسأل: ماذا أراد الله بقوله تعالى: الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ هنا النبي صلى الله عليه وآله يعلم أصحابه أنك إذا أردت أن تستنطق القرآن فارجع إلى القرآن الكريم، فيتلو النبي قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. يعني إذا أردت أن تعرف معنى هذه الآية فارجع إلى القرآن نفسه، لا تحتاج إلى أقوال الناس ولا تحتاج إلى أقوال المفسرين، استنطق القرآن بالقرآن. أمير المؤمنين سلام الله عليه في أيامه جيء إلى الخليفة الثاني بامرأة قد وضعت على رأس 6 أشهر من قرانها، فأراد أن يقيم عليها الحد، اتهمها بفاحشة الزنا، فوقف أمير المؤمنين سلام الله عليه في وجهه وقال له: هلا رجعت إلى القرآن؟ إن القرآن يبرئها. قال: وكيف ذلك يا أبا الحسن؟ فتلا أمير المؤمنين سلام الله عليه فتلا آيتين من القرآن بيّن من خلالهما الحكم الفقهي. إذن أمرني من خلال آيات القرآن يستخرج أحكام القرآن. قال: ألم تقرأ قوله تعالى: وفصاله وفطامه في 30 شهرا، عفوا، وفصاله في 2 عامين؟ قال: بلى. قال: وعندنا آية أخرى تقول: وفصاله وفطامه 30 شهرا. قال: بلى. قال: إذن إذا كان فصاله وفطامه 30 شهرا، يعني حمله ورضاعه 30 شهر، والفصال عامان كاملان، يعني 24 شهر، إذن فمن الممكن للمرأة أن
تحمل وتضع حملها في 6 أشهر. فإذا القرآن باستنطاق آياته ينطق بفقهه، ينطق بأحكامه. ومن هنا فمنهج أهل البيت سلام الله عليهم يرى أن القرآن لا يحتاج إلى غيره، إنما يستنطق القرآن استنطاقا. القرآن يضج بالعلوم والمعارف، ولا حاجة في استنطاق القرآن إلى أقوال الرجال. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه ورد عن النبي في الحديث القدسي، صلوا على النبي وآله، في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله في الحديث القدسي عن الله: من فسر كلامي برأيه فما آمن بي. يعني تحذير عظيم في هذا الحديث القدسي من تفسير القرآن بالرأي. إذن فالقرآن إنما يؤخذ من منبعين: إما من القرآن نفسه أو من عدل القرآن، وهم أهل البيت سلام الله عليهم، ولذلك كانوا هم قرناء القرآن. الإمام الحسين سلام الله عليه لما أراد عمر بن سعد أن يعاجله بالقتال يوم 9 من محرم، تقول الرواية أرسل إليه أخاه أبا الفضل العباس فقال له: استمهل القوم أن يمهلون عشية هذه الليلة، فإن الله يعلم أنني أحب الصلاة وتلاوة القرآن. يعني يريد أن يقيم ليلته تلك بالتهجد والعبادة وقراءة القرآن. لكن تنقل الرواية أن أبا الفضل العباس لما أراد المضي إلى القوم أركبه الحسين بنفسه وكان يقول له: اركب بنفسي يا أنت. يعني الإمام كان يعني يفدي العباس بنفسه، وهذا يكشف عن عظمة مقام أبي الفضل عند أبي عبد الله الحسين. ولهذا لما عزم على لقاء القوم في يوم 10 عز على أبي عبد الله أن يفقد أخاه فلم يأذن له. لكن لما جاءت زينب إلى أبي الفاضل ما رأى الحسين بدا من أن يرخص أخاه. متى ذلك؟ لما مضت زينب إلى أبي الفضل العباس وبيدها عبد الله الرضيع. لكن يقول بعضهم لما وصلت زينب إلى خيمة أبي الفاضل بقيت واقفة عند باب الخيمة تضرب أخماسا في أسداس تحسب حساباتها، تخاف تدخل على أبي الفاضل فيتحمس أبو الفاضل ويمضي للقاء القوم فيقتل. زين إذا تبقى واقفة قد يموت الرضيع على يدها عطشا. ماذا صنعت زينب؟ وقفت عند باب الخيمة وأخذت تنظر إلى عبد الله الرضيع وتنشج بالبكاء. أبو الفضل العباس داخل خيمته وسمع صوت بكاء امرأة، وأبو الفضل هو أبو الغيرة ويسمع صوت امرأة تبكي. خرج وإذا بها زينب، قال: زينب تبكين وأنا موجود؟ راحت بالطفل تبكي لأبو الشيمة. أبو فاضل عمدا وبيرق الليم، لما وصلت وقفت ورا الخيمة تسح دموع والونات تخفي. سمعها وقام والسيف بيمين
نوح قالت لنعم زينب يبعد الروح إلي حاجة وريد اليوم تقضي يقل لها يا بنت الهادي شعبتيني يا زينب أمري أمري وأمرك على عيني أنا العباس يا زينب تعرفيني لكن للعدى بالسيف لفني تقل أعرفك يا سردال الحرب وافي يا حاوي علوم المكنون والخافي والخافي ترى طفالك يا خويا العطش ماذي يقل لها وحق من البتولة مكسرت الأضلاع قسم عظيمها يقل لها وحق من البتولة مكسرت الأضلاع لو فوق الشريعة ميتلف دراع لخليها جنايز تظل فوق القاع واجيب الماي لاطفالك وروي اسمع 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 شي يقول لها ابو الفاض وش عاد لا قطع وتشوفوه في وفض خر وش عاد لا قطع وتشوفوه في وفض خر وفدوى لزينب ينذبح سبعين عب وجيب الماي لاطفالك وروي وفعلا عزم أبو الفاضل على المضي إلى أبي عبد الله لطرب الرخصة بينما هو في الطريق إلى أبي عبد الله وإذا به يرى بني صغيرة قد خرجت بكامل حشمتها وحجابها استوقفت أبا الفاضل نظر إليها أبو الفاضل وإذا بها سكينة قالت عم يا أبا الفاضل أعطني يدك أعطاها يده وضعت يده على قلبها قالت عم يا أبا الفاضل إني عطشان مضى أبو الفاضل مهرولا إلى أبي عبد الله الحسين قال له أخي أبا عبد الله أطفالنا يموتون عطشا وأيدينا على قوائم سيوفنا يقل حسين خل الحريم تموت كلها الطفل وياه الطفل أهون علي يا أبا الفاضل من أن أفقدك لكن أبا الفاضل أخذ يتوسل إلى أبي عبد الله ونزل عباس يتمرضع بالإحسان يحب يده وجدام رجله والعين تسايل بالمدامع على الخدين لما حن وبج حسين وتحسى يقل حسين يا أخويا يا عباس يا أخويا انت الدرع
شلون تروح وانا بقى محسر يا اخو يا حسين يا زهرة ايامي يا اخو يا نحلت سكنة عظامي درخصني اريد الحق عمامي واريد الثار قلبي دم يفور عندئذ لم يجد الحسين بدا من ان ياذن له قال له اخي ابا الفاض ان كنت عازما على قتال القوم فارجع لوداع النسوه رجع ابو الفاضل فدرنا النساء حوله هذه تقبله وتلك تضمه وثالثه تنادي من لنا بعدك التفت ابو الفاضل فراى جميع النسوة سكينه رقيه عاتكه لكنه افتقد واحده من النساء تدري من هي يا مؤمن افتقد الحوراء زينب سأل عنها قيل لو إن اختلت في خيمتها لأنها لا طاقة لها على النظر إليك مضى أبو الفاضل إلى خيمة الحوراء زينب فرأى قد احتضنت عمود الخيمة يعني كأنها تقول العباس هو عمد خيمتنا إذا مضى العباس تبقى خيامنا بلا عمد رآها على تلك الحال جاء إليها احتضنها أخرج من ديلا كفكف دموعا وقعت عينه في عينها تقل تقل أنا خايف لا تقول مدري وأنا خايف ينهتك عباس يا صيوان خدري يقلها عيناك لا يصفر لونك اشعدهم يا زينب يروعونك ابن والدك قرة عيونك ودع زينب ثم مضى وانفرد بوداع خاص مع أبي عبد الله الحسين يقل وداعت الله يا عيوني أنيتكم وحدي تخلوني ركب ورزم وقلهم تعرفوني طليعة حيدر الليث المشكر دخل درج إلى الميدان قاتل فيهم قتال الأبطال عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وخاض في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم فثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم أجركم الله كانت همة أبي الفضل العباس أن يصل إلى المشرعة كان على المشرعة 4000 فارس فكشفهم شبل أمير المؤمنين وملك المشرعة نزل إلى نهر الفرات أراد أن يملأ القرب أحس ببرد الماء اغترف غرفة أدناها من فمه
تذكر عطش أخيه الحسين. يقول الإمام الصادق: كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من شدة العطش، تذكر عطش الحسين فرمى الماء من يده. أخاض الماء بس هيا سبر، غرف غرفة يراوي عطشك، تذكر لنا خوه حسين بعد ذب الماي من جفة وتحسى، وهذا الماي يجري بطون حية، وضوق قبل أخويا حسين هيا، وظن طفلة يا ويلي من العطش، وظن موتي قرب والعمر قصار. ملأ القربة شدا وثيقا، ثم امتطى صهوة جواده وانحدر إلى الميدان وهو يرتجز ويقول: إني أنا العباس أغدو بالسقاء، ولا أهاب الموت عند الملتقى، نفسي لسبط المصطفى الطهري وقى، لاح المهر تاج الفخر وتشعشع قمر عدنان، وعلى القوم قام يحوم باسم بالحرب جذلان، باسم بالحرب عباس وعداه عبست من صال، صالبه وغدا الطوفان وادي الطف غدا زلزال، ايدي الطير روس الطيح اعلى من طوت واجال، تعجز تعد تحصل مات من حام وحمى الميدان، بالميدان حام وحاط بيها وحط عليها السيف، ارعد رجف زلزل خسف نسف البطل تنسيف، زم ورزم صرخ دهدم جسم سم على العدوان، بينما هو كذلك اجركم الله يا شيعة الحسين. الحسين كان يراقب حركة أبي الفاضل، وإذا باللعين عمر بن سعد ينادي: ويحكم تكاثروا عليه. يقول بعضهم: فحلحل الجيش، لا ميمنة لا ميسرة لا قلب لا جناح، فأطبق العسكر على أبي الفاضل. والحسين ينظر: ها ساعد الله قلب الحسين، يرى الجموع قد أطبقت على أبي الفاضل. أجركم الله بينما هو يقاتل، إذ كمن له لعين فضربه بالسيف على يمينه، أخذ السيف بشماله وهو يرتجز ويقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. بينما هو كذلك، وإذا بحكيم بن الطفيل قد كمن له من وراء نخلة، فضربه بالسيف على شماله، ثم جاءته السهام كرش المطر، سهم وقع في القرب فأراق ماءها، وسهم آخر وقع في عين أبي الفضل العباس. ماذا يصنع أبو الفاضل؟ يريد أن يقتلع السهم، لكن يمين ما عنده شمال ما عنده. ليتكم يا شيعة الحسين حاضرين في ذاك اليوم لتعينوا أبا الفاضل على سهم العين. أجركم الله. ماذا صنع أبو الفاضل؟ أخرج ركبتيه من سرج الجوار وانحنى على ركبتيه
يقتلع السهم بهما، بصر به حكيم ابن الطفيل فشد عليه بعمد من حديد، فأهوى به على رأس بالفور ففلق هامته نصفين، سقط من على جواده وهو ينادي عليك مني السلام أبا عبد الله. لكن يا مؤمن هنا مصيبة لأبي الفاضل، يقولون الفارس إذا سقط من على جواده يستقبل الأرض بيديه، لكن أبو الفضل العباس كان مقطوع اليدين، بماذا استقبل الأرض؟ استقبل الأرض بالزندين المقطوعين وبسهم العين، فضرب السهم في الأرض أكثر وانغرس في عينيه. أيوة عباس، جاءه الحسين كالصقر المنغض على فريسته، لكن جاءه على أي حال يا مؤمن؟ ترى هنا المصيبة في قلب الحسين، ما مضى كان شجاعة وبطولة لأبي الفاضل. جاء الحسين جلس عنده، العباس يئن والحسين يئن لأنينه، العباس يتألم والحسين يتألم لألمه، يون ون يون ون ويون الحسين ونات، والله يون ون ويون الحسين فضل مصر على مواساة الحسين. بمجرد أن عرف أن الذي جاء إليه هو الحسين رفع رأسه من حجر الحسين ورماه إلى الأرض، الحسين يعيده والعباس يرفعه إلى 3 مرات. قال له: أخي لماذا تصنع هذا الصنيع؟ قال: أخي يا أبا عبد الله، أنا الآن أضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجرك؟ شلون مواساة، شلون محبة بين الحسين وأبي الفاضل. عندئذ ماذا قال له الحسين عن لسان حال الشعراء؟ يقول له: إذا أنا عندي عتاب عليك يا أبا الفاضل. اسمع العتاب عن لسان ملا عطية الجمري. يقول له: ليش ما رويت قلبك؟ ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ بماذا أجابه العباس؟ يعني الحسين يقول له: أنا آذن لك، ليش ما شربت الماء؟ ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ قال: يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة، شلون عباس يتروى وينسى الحسين ورضيع؟ شلون عباس يتروى وينسى الحسين ورضيع؟ مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو